الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم. الإمارات العربية المتحدة اللي احتلت المرتبة الأولى عربيا من حيث الأداء العام بمؤشر الابتكار العالمي 2016. تم الإعلان عن هالتقييم خلال مؤتمر صحافي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، وبيستند هالمؤشر على كيفية دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي. النتيجة اللي حصلت عليها دولة الإمارات بتعود للإنجازات المستدامة بمدخلات الابتكار، وخاصة تعزيز المؤسسات وتطور السوق. تعليقا على هالتقييم بيقول وزير الاقتصاد الإماراتي أن الدولة عندها كل الإمكانات لتحقيق نمو بمجال الابتكار عبر تنفيذ تقنيات ومعايير جديدة. ومننتقل لخبر من شركة سيسكو، أكبر شركة معدات لشبكات بالعالم، يلي عم تبحث بتسريح حوالي 14,000 موظف بشكل 20% تقريبا من قوتها العاملة. ومن المتوقع أن الشركة تكشف عن تفاصيل حول هالتخفيضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. سيسكو عم تستثمر بمنتجات جديدة مثل برامج تحليل المعطيات والأدوات القائمة على الكلاود كمركز للبيانات. ومننهي مع خبر من المملكة المتحدة، حيث مخاوف فقدان الوظائف بعد تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي فشلت. بيقول مكتب الإحصاءات الوطنية أنه مجموع العاطلين عن العمل وصل حاليا لأدنى مستوى له من 8 سنوات، وبقي معدل البطالة عند 4.9%. أضاف أنه سوق العمل واصل ارتفاعه بالربع الثاني من السنة، وحقق معدل العمالة مستوى قياسي بنسبة 74.5% مع 31.8 مليون بالعمل بالأشهر الثلاثة حتى حزيران، أي 172 ألف، أكثر من الربع السابق. هذا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكرة.